هنا دونك من 8 واللور كاد وليدات كيخرجوا مع الغربي تيخرجوا يلعبوا هنا، هنا كتضطر ضروري تخرج من هاد البانوات ديال الشمان ديفير، ومن الصباح وبالنهار شويه كتكون ما كايناش، من الضطر ل 10 واللور كاينه. هادي يومين كنقتلوا جوج ثلاثه، راه الديامتر كبيره كاع، راه نوار ما كحله بزاف كاع. لا غير الاسبوع قتلنا جوج، والبارح في الليل كانت البارح في الليل قتلنا وحده. ها عندنا اماكن ديالها هنايا، حيت قبل ما نصاوبوا هاد الجرده كانت واحد المساحه خاويه، هذاك البانو ديال السكه كيطلع من الكياس كطلع عندها واحد الحفاري كبار، الا الشتا كتنقار شويه، غير من شهر 6 وشهر 5 كتبدا توجد. لا الحمد لله حنا اللي كنردو لهم البال، مع ردي الخطر هما ديما كنضطروا ما نخليهمش يفوتوا هاد الدار هادي، دونك من الدار هنايا عندهم خطر خصهم يبقاو ديما لهم. بالنسبه لنا حنا في هذا الحي هنايا عندنا مشكل كبير ديال العقرب خويا، يوميا كنلقاوه هنا في الدرب، والمشكل الكبير اللي كاين اخويا هو الوليدات الصغار هادو، ما عندهمش شي بلاصه فين يلعبوا، ما عندهمش ما كاينش شي منتزه ولا شي حاجه فين يلعبوا، كيضطروا الوليدات يخرجوا يلعبوا في الشارع هنايا. واش نقول لك، ولينا خايفين عليهم وخايفين على روسنا، حنا نيت حنا كبار وخايفين على روسنا، عاد الوليدات الصغار لقيناه في الديور ديالنا، وتقريبا يوميا كنقتلوا جوج ثلاثه في النهار هنايا. ايوا اختي اش غنديروا، هذه هي ظروف العيش، ما عندنا ما نديروا. حنا اللي علينا درنا صوبنا هذه الاماكن كما كتشوف، درنا هذا الكرياج، درنا واحد المساحه خضراء وليدات فين يلعبوا، وكيبقى الشيء الاخر ديال السلطات. حنا ما يمكنش غنديروا خدمه السلطات، داكشي ديالنا حنا درناه، وكنتمنوا من السلطات حتى هما يديروا الخدمه ديالهم. بطبيعه الحال كنطلقوا ولادنا الزقه وخايفين عليهم، راه خصنا نطلقوهم وبقاو تابعينه. كما كتشوف هاد الوليدات كلهم هنايا، راه اللي خارج راه خارجين مع والدي حاضنه. مشينا اختي عند السلطات سولنا على هاد الاماكن هنا، وداكشي قال لك راه هنا كاينه مساحه خضراء، وكما كتشوف راه بالعكس هادي ماشي مساحه خضراء، هادي مزباله كاينه هنايا. واختي كنطالبوا من السلطات بعدا اول حاجه يديروا شي بلايصه للوليدات فين يلعبوا، ما يبقاوش هاد الوليدات بحال ما هكا معرضين للخطر ديال العقارب وجميع الحيوانات السامه، ويديروا لنا شي اماكن كما قلت لك، المهم اماكن رياضيه وترفيهيه للوليدات الصغار. انا لقيت شي 4 مرات في الدار عندي، وتقريبا السكان كاملين لقاوها، ماشي غير انا بوحدي اللي لقيتها في الدار. بخصوص هاد الفاس هذا اللي هنايا اللي على اللي جا على هاد المساحه الخاويه، كلهم لقاوه في الديور ديالهم. ياسين انا كتبان لنا شي عقرب خارجه من شي كراج ولا خارجه من هنا، ديما الدراري الصغار ما كيقدروش يلعبوا في هاد البلايصه، بغينا شي حل لهاد الشيء. راه حنا كنكونوا كاع كيبان لك الدراري الصغار، حنا بعدا راه تقدر تبان لنا نقدروا نقتلوا، راه ما نخافوش منه، كاين الدراري الصغار راه ما يقدروش على هذاك الشيء، تقدر تضربوا راه يوصل للسبيطار. لا ملي كنشوفو كنعيطو نيشان على العساس، العساس عنده خبرة في هادشي كيقدر يقتل، المهم دغيا كيقتل، تولي هاد الدار بغيتي تحفط عليها ولا شي حاجة، الله يحفظ ضربك رجليك ولا شي حاجة، هادشي اللي ماما تخاف على راه كنريحوك نخافو، يقدر يقول لك شي واحد يضحك معاك يقول لك ها تقفز بوحدك تكون مخلوع، تكونوا جالسين ومخلوعين، الله يحفظ ضرب شي واحد. بغيت نوجه رسالة لكاع اي واحد كيشوف من المسؤولين الكبار يجي يشوف لينا شي حل في هادي، شاري دار بزباله هاد الفلوس باغ كونطخ كتجي كتشوف راسك ساكن في حدا زباله، شنو ديما حنايا بالليل كنكونوا كنولينا كنطلعوا مع تسعود ديالي كتنعس داركم كتخاف لاش قرصك شي عقربه في الاخر ما غاديش تمشي للسبيطار، ما يعالجوك ما والو، واش بقى شحال كتسنى، راه بغينا شي حل لهاد الشيء ديما بالليل، ها هو الحساس سولي ديما ثلاثة حتى 4 العقارب كيتقتلوا بهادشي ها بالليل، اما الصباح لعلم الله عاوتاني طوباش سميشو ما كان هنايا الدوار حيدو ولا هنا مزباله، اذن اي حاجه بغينا شي حاجه تردم هنايا، ما يبقاوش كيكونوا كلاب الدار لا عاوتاني، اذن مسعور كل شيء، حياتك في خطر، كتكون غادي كتقفز غم موراك كتشوف راسك واش غادي تعدك شي حاجه، واحد السنه ما عرفتش واش 2013 ولا 2014 كان السيد لقاه في وسط الفراش ديالو، يعني راه ما كيطلعوا كيما كنت عارفي الصيف هذا شهر 8 كيكونوا العقارب كيطيروا دوك السفرين، اذا راه في اي لحظه راه غادي تلقاها في فراشك، ولا شي كتخايف الصاد وكتسد الشرجم.